أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، والأمل تستمر الحياة بقوة الأرض تتخطى كل العقبات وتواجه كل الصعاب. صديقتنا الجميلة بسبب حياتي استعرضت، فقدت ساقيها الاتنين، ورغم بدر ساقيها لم تفقد صديقتنا الجميلة قوة الإرادة ولا العزيمة. رغم آلامها اللي مرت بيها والتحديات الكتير، إذا كانت تحديات جسمانية بسبب الإرهاق أو تحديات نفسية، تلجأ صديقتنا الجميلة إلى الأطراف الصناعية عشان تعيش حياتها وتمارس مهامها اليومية بكل نشاط. الأطراف الصناعية ساعدتها كتير في تخطي هذه الإرهاق بجانب قوة إرادتها وعزيمتها. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة، قادرين على العطاء مهما واجهوا من صعوبات وتحديات. قوة إرادتهم دايما قد